بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم رجال حول الرسول. معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع الأنصار بيعة العقبة الثانية، كان يجلس بين 70 الذين يتكون منهم وفدهم، شاب مشرق الوجه، رائع النظرة، براق الثنايا، يبهر الأبصار بهدوئه وسمته، فإذا تحدث ازدادت الأبصار انبهارا. ذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه. هو إذن رجل من الأنصار، بايع يوم العقبة الثانية فصار من السابقين الأولين، ورجل له مثل أسبقيته ومثل إيمانه ويقينه، لا يتخلف عن رسول الله في مشهد ولا في غزاه. وهكذا صنع معاد على أن آلق مزاياه، وأعظم خصائصه كان فقهه. بلغ من الفقه والعلم المدى الذي جعله أهلا لقول الرسول عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وكان شبيها بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في استنارة عقله وشجاعة ذكائه. سأله الرسول حين وجهه إلى اليمن: بماذا تقضي يا معاد؟ فأجابه قائلا: بكتاب الله. قال الرسول: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسوله. قال الرسول: فإن لم تجد في سنة رسوله؟ قال معاد: أجتهد لرأيي ولا آل. فتهلل وجه الرسول وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فولاء معاذ لكتاب الله ولسنة رسوله لا يحجب عقله عن متابعة رؤاه، ولا يحجب عن عقله تلك الحقائق الهائلة المتسترة التي تنتظر من يكتشفها ويواجهها. ولعل هذه القدرة على الاجتهاد والشجاعة في استعمال الذكاء والعقل هما اللتان مكنتا معاذا عن ثرائه الفقهي الذي فاق به أقرانه وإخوانه، وصار كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلم الناس بالحلال والحرام. وإن الروايات التاريخية لتصوره العقل المضيء الحازم الذي يحسن الفصل في الأمور. فهذا عائض الله بن عبد الله يحدثنا أنه دخل المسجد يوما مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أول خلافة عمر، قال: فجلست مجلسا فيه 30، كلهم يذكرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحلقة شاب شديد الأدمة، حلو المنطق، وضيء، وهو أشب القوم سنا، فإذا اشتبه عليهم من الحديث شيء ردوه إليه فأفتاهم، ولا يحدثهم إلى حين يسألونه. ولما قضي مجلسهم دنوت منه وسألته: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا معاذ بن جبل. وهذا أبو مسلم الخولاني يقول: دخلت مسجد حمص فإذا جماعة من الكهول يتوسطهم شاب براق الثنايا صامت لا يتكلم، فإذا امترى القوم في شيء توجهوا إليه يسألونه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: معاذ بن جبل. فوقع في نفسي حبه. وهذا شهر بن حوشب يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له. ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستشيره كثيرا،
وكان يقول في بعض المواطن التي يستعين بها برأي معاذ وفقهه: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. ويبدو أن معاذا كان يمتلك عقلا أحسن تدريبه ومنطقا آسرا مقنعا ينساب في هدوئه وإحاطه، فحيثما نلتقي به من خلال الروايات التاريخية عنه نجده كما أسلفنا واسطة العقد، فهو دائما جالس والناس حوله وهو صموت لا يتحدث إلا على شوق الجالسين إلى حديثه، وإذا اختلف الجالسون في أمر أعادوه إلى معاذ ليفصل فيه، فإذا تكلم كان كما وصفه أحد معاصريه كأنما يخرج من فمه نور ولؤلؤ. ولقد بلغ كل هذه المنزلة في عمله وفي إجلال المسلمين له أيام الرسول وبعد مماته وهو شاب، فلقد مات معاذ في خلافة عمر ولم يجاوز من العمر 33 سنة، وكان معاذ سمح اليد والنفس والخلق، فلا يسأل عن شيء إلا أعطاه جزلان مغتبطا. ولقد ذهب جوده وسخاؤه بكل ماله، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن منذ وجهه النبي إليها يعلم المسلمين ويفقههم في الدين. وفي خلافة أبي بكر رجع معاذ من اليمن، وكان عمر قد علم أن معاذا أثرى، فاقترح على الخليفة أبي بكر أن يشاطره ثروته وماله، ولم ينتظر عمر بل نهض مسرعا إلى دار معاذ وألقى عليه مقالته. كان معاذ طاهر الكف طاهر الذمة، ولئن كان قد أثرى فإنه لم يكتسب إثما ولم يقترف شبهة، ومن ثم فقد رفض عرض عمر وناقشه رأيه وتركه عمر وانصرف. وفي الغداة كان معاذ يطوي الأرض حثيثا شطر دار عمر ولا يكاد يلقاه حتى يعانقه ودموعه تسبق كلماته ويقول: لقد رأيت الليلة في منامي أني أخوض حومة ماء أخشى على نفسي الغرق حتى جئت وخلصتني يا عمر. وذهب معا إلى أبي بكر وطلب إليه معاذ أن يشاطره ماله، فقال أبو بكر: لا آخذ منك شيئا. فنظر عمر إلى معاذ وقال: الآن حل وطاب. ما كان أبو بكر الورع ليترك لمعاذ درهما واحدا لو علم أنه أخذه بغير حق، وما كان عمر متجنيا على معاذ بتهمة أو ظن، وإنما هو عصر المثل كان يزخر بقوم يتسابقون إلى ذري الكمال الميسور، فمنهم الطائر المحلق ومنهم المهرول ومنهم المقتصد، ولكنهم جميعا في قافلة الخير سائرون. ويهاجر معاذ إلى الشام حيث يعيش بين أهلها والوافدين عليها معلما وفقيها، فإذا مات أميرها أبو عبيدة الذي كان الصديق الحميم لمعاذ استخلفه أمير المؤمنين عمر على الشام، ولا يمضي عليه في الإمارة سوى بضعة أشهر حتى يلقى ربه مخبتا منيبا. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لو استخلفت معاذ بن جبل فسألني ربي لماذا استخلفته لقلت: سمعت نبيك يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم. والاستخلاف الذي يعنيه عمر هنا هو الاستخلاف على المسلمين جميعا لا على بلد أو ولاية، فلقد سئل عمر قبل موته: لو عهدت إلينا أي اختر خليفتك بنفسك وبايعناك عليه، لأجاب قائلا: لو كان معاذ بن جبل حيا ووليته ثم قدمت على ربي عز وجل فسألني من وليت على أمة محمد لقلت: وليت عليهم معاذ بن جبل، بعد أن سمعت النبي يقول: معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما: يا معاذ،
والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول في عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أجل، اللهم أعني، فقد كان الرسول دائم الإلحاح بهذا المعنى العظيم الذي يدرك الناس به أنه لا حول لهم ولا قوة ولا سند ولا عون إلا بالله ومن الله العلي العظيم. ولقد حذق معاد الدرس وأجاد تطبيقه. لقيه الرسول ذات صباح فسأله: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال النبي: إنه لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال معاذ: ما أصبحت قط إلا ظننت أني لا أمسي، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها غيرها، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون. فقال له الرسول: عرفت فالزم. أجل، لقد أسلم معاذ كل نفسه وكل مصيره لله، فلم يعد يبصره شيئا سواه. ولقد أجاد ابن مسعود وصفه حين قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. ولقد كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام. وكان معاذ ذائب الدعوة إلى العلم وإلى ذكر الله، وكان يدعو الناس إلى التماس العلم الصحيح النافع، ويقول: احذروا زيغ الحكيم، وارفعوا الحق بالحق، فإن الحق نورا. وكان يرى العبادة قصدا وعدلا. قال له يوما أحد المسلمين: علمني. قال معاذ: وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ قال الرجل: إني على طاعتك لحريص. فقال له معاذ: صم وأفطر، وصلي ونم، واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا مسلما، وإياك ودعوة المظلوم. وكان يرى العلم معرفة وعملا، فيقول: تعلموا ما شئتم أن تتعلموا، فلن ينفعكم الله إلا بالعلم حتى تعملوا. وكان يرى الإيمان بالله وذكره استحضارا دائما لعظمته، ومراجعة دائمة لسلوك النفس. يقول الأسود بن هلال: كنا نمشي مع معاذ فقال لنا: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. ولعل سبب صمته الكثير كان راجعا إلى عملية التأمل والتفكر التي لا تهدأ ولا تكف داخل نفسه، هذا الذي كان قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه: لا يخطو خطوة ويظن أنه سيتبعها بأخرى. وذلك من فرط استغراقه في ذكره لربه، واستغراقه في محاسبته لنفسه. وحان أجل معاد ودعي للقاء الله. وفي سكرات الموت تنطلق عن اللاشعور حقيقة كل حي، وتجري على لسانه إن استطاع الحديث كلمات تخلص أمره وحياته. وفي تلك اللحظات قال معاذ كلمات عظيمة تكشف عن مؤمن عظيم، فقد كان يحدق في السماء ويقول مناجيا ربه الرحيم: اللهم إني كنت أخافك لكنني اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ونيل المزيد من العلم والإيمان والطاعة.
وبسط يمينه كأنه يصافح الموت، وراح في غيبوبته يقول: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. وسافر معاد إلى ربه. مستمعينا الأعزاء، نودعكم على أمل اللقاء بكم مع رجل آخر من رجال حول الرسول. نستودعكم الله وإلى اللقاء. رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سير صحابة رسول الله، أيامهم ومواقفهم في خدمة الدين، بأسلوب أدبي راق وسرد مشوق، يثير النفس لعزائم الأمور ويقوي روابطها بالصحب الكرام. رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجال حول رسول الله من الاثنين إلى الخميس على الساعة 3 بعد الزوال، والإعادة على 8 صباحا على كاب راديو.